أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية عبر منصات سودانية 24. أهلا بكم. أعلنت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة تقييد 12400 دعوة ضد الميليشيا المتمردة. أكد رئيس اللجنة ياسر بخاري إن الدعاوى شملت قادة وأفرادا من الميليشيا متهمين بانتهاكات جرائم قتل وتهجير ونهب للممتلكات والاغتصاب وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حدثت في دارفور وولايتي الجزيرة والخرطوم، مشيرا إلى أن الانتهاكات تضمنت تجنيد أكثر من 6000 طفل والإفراج عن أكثر من 19000 سجين. ولفت إلى أن اللجنة قامت بتقييد الدعاوى واستجواب المتضررين والشهود وأصدرت أوامر قبض تم تنفيذ بعضها، كما تم إعلان المتهمين الآخرين كمتهمين هاربين وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. تشهد مدينة ميونخ الألمانية في 12 من أغسطس المقبل مؤتمرا تشاوريا جامعا تشارك فيه قوى مدنية سودانية رافضة للحرب بهدف تكوين كتلة واسعة لإيقاف ما يحدث في السودان. وقال مدير المركز الألماني السوداني للسلام والتنمية بمدينة ميونخ سامي سليمان حسن طاهر بحسب صحيفة الشرق الأوسط، قال إن الدعوات وجهت إلى قوى مدنية وأحزاب سياسية ونقابات ولجان مقاومة وشخصيات وطنية إلى جانب الجماعات المنضوية تحت لواء تنسيقية تقدم برئاسة عبد الله حمدوك، مشيرا إلى أن الاستعدادات اكتملت من أجل إقامة المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 17 من أغسطس، وأنه سيكون مكملا للجهود المبذولة لوقف الحرب ويهدف إلى تكوين كتلة مدنية تضم أحزابا ولجان مقاومة وطرقا صوفية ومجموعات أخرى. قال عضو وفد التفاوض لقوات الدعم السريع المتمردة محمد المختار إن إعلان جدة ليس اتفاقا يملى، وإنما إعلان إنساني ليس به اتفاق حتى يقال إن الدعم السريع لم يلتزم به. وأشار بحسب راديو دابنجا أن الجيش يتحجج بخروج الدعم السريع من منازل المدنيين، وهذا لم ينص عليه بشكل واضح في إعلان جدة. وقال إن الأولوية لمعالجة الأسباب التي أدت لخروج المواطنين من منازلهم ومناقشة جذور المشكلة وليس القشور، وأكد أن خروج المواطنين من الخرطوم نتاج للمعارك التي دارت بين الطرفين، وإذا لم يتوقف العمل العسكري ويتم إسكات البنادق وتتوقف الحرب فلن يستطيع المواطن العودة إلى منزله. قالت غرفة طوارئ السوكي إن أوضاعا مأساوية يعيشها الآلاف من النازحين بالمحلية بعد سيطرة قوات الدعم السريع المتمردة على المنطقة، وأشارت إلى أن قرى محلية السوكي تشهد حالات نزوح كبيرة جدا للمواطنين تجاه النار في ظل انعدام كافة الخدمات الأساسية من مأكل ومشرب، وأكدت معاناة النازحين من التعقيدات الأمنية وارتكازات الدعم السريع التي يمر من خلالها النازحين هناك مع صعوبة في التنقل بسبب أمطار الخريف. حذر وزير الأوقاف دكتور أسامة حسن محمد أحمد من مغبة التعاون مع الميليشيا بما يعرف بالخلايا النائمة، وقال إن ضعاف النفوس الذين يتخابرون معها يرتكبون جريمة كبرى في حق أنفسهم ودينهم ووطنهم. وشدد الوزير خلال مخاطبته ملتقى الأئمة والدعاة بولاية القضارف لنصرة القوات المسلحة في معركة الكرامة، شدد على أهمية رسالة المساجد خلال الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا، خاصة منابر الجمعة التي يتعين عليها رفع الروح المعنوية للمقاتلين ودحض الشائعات وتثبيت وتطمين المواطنين. ودعا الوزير إلى عدم الاستثمار في النازحين من خلال المغالاة والمبالغة في إيجار المنازل في كثير من الولايات التي نزح لها الفارون من الحرب باعتبار أن ذلك يتعارض مع الدين الإسلامي. أعلن المتحدث باسم بلدية الكفرة الليبية عبد الله سليمان رفضه القاطع لإقامة مخيمات للاجئين السودانيين داخل ليبيا. وكشف سليمان خلال تصريحات عن استمرار تدفق النازحين واللاجئين من السودان دون انقطاع ما يضع ضغوطا كبيرة على البيئة التحتية بل البنى التحتية والموارد المحلية، وقال إن السلطات في الكفرة تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين وأنها غير قادرة على الإيفاء بكافة الالتزامات المترتبة عليها في هذا الشأن، معلنا أن السلطات تدرس تسهيل حركة النازحين نحو مدن ليبية أخرى لتخفيف الضغط على الكفرة وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
حذرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم جميع المدارس الحكومية والخاصة من فتح أي فصل عدا طلاب الصف الثالث الدفعة المؤجلة من العام الدراسي، وقالت في بيان إن كل من يخالف ذلك ستتخذ ضده الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الطوارئ بالولاية. وأشارت إلى أنها سبق أن أعلنت في شهر يونيو من هذا العام أن الدراسة في جميع مدارس الولاية الحكومية والخاصة ستكون متدرجة على 3 مراحل. المرحلة الأولى خاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي الدفعة المؤجلة، وهذه هي المرحلة الوحيدة المصرح لها بالعمل حاليا. وأكدت أن بقية المراحل الأخرى لم يصدر أي توجيه من الوزارة بتحديد تواريخ استئناف الدراسة فيها. انتهت نشرة الأخبار، قدمناها لكم عبر منصات السودانية 24. تحياتي وفريق العمل، إلى اللقاء.